السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم واحد النوع ديال الخبز تيجي زوين بزاف. دونك في اطار حملات حنا جالسين في ديورنا، والله ما نديرو شي حاجه بعدا مفيده وتعجب وليداتنا. دونك بالنسبه لهاد الخبيز غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الفرص و 250 غرام ديال الفينو، الملحه على حسب الذوق بيان سور، معلقه كبيره عامره ديال خميره الخبز، ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب البودره، ومعلقه كبيره ديال السنيده. دونك هادشي اللي غادي نقدروا نحتاجو فهاد لوبان هذا. غادي نزيد عليه غير واحد المعلقه كبيره ديال زيت العود، هاد الخبز راه بدون دلك ما فيهش دليك، يعني ما عندكمش عذر دابا باش تقولوا حنا ما فينا اللي يعجن ولا راه ما غدلكوا والو. والمدافي، دونك غادي نجمع كلشي بالمدافي. العجينه خصها تكون خفيفه بزاف، تكونش ثقيله. يعني دابا راه ماشي تندلكها، راني غير تنحاول داك العناصر كلها ندمجها باش ما تبقاش باينه ليا داك الخميره بحال اللي تنخلط كاع العناصر. نزيد واحد شويه الماء، شفتوا شحال خفيفه العجينه، بحال تقريبا العجينه ديال البغيوش ديال الكرس. دونك صافي غنخليها بحال هكا، ندير لها واحد لو فيلم اليمونتيغ ونخليها تخمر على خاطرها، من بعد نرجع لكم. دونك هيا دابا العجينه ديالنا راه خمرات، شفتوا فين وصلت نتوما. دونك غنحاول نحيدها من هنا، ضروري غادي ندير شويه ديال الفينو سطح العمل، نحط فيها هذيك العجينة. نعاونوا بالفينو، نحاولوا نخويوها من ديك الهواء اللي فيها. دونك صافي دابا هي واجده، غادي نحاولوا نقطعوها نديروا منها العدد اللي بغينا ديال الخبيزات. خرجوا منها نتوما العدد اللي بغيتو. صافي دابا غنبدا نشكل، نديرو شويه ديال الفينو هنايا باش نشكلو الكويرات ديالنا. صافي غادي نديرهم هنايا نحطهم. دونك كيف تشوفوا هنا وجدت فاش غادي نقرصهم، عندي هنايا شويه ديال الزريعه وشويه ديال زريعه الكتان. المهم هذه داك الزريعه الكحله منقيه راه تتبع بحال هكا، خلطتهم بجوج. كاين عاوتاني اللي غادي ندير فيه البلبوله في وجهه، وكاين عاوتاني اللي غادي نديرو بالنخاله. دونك نتوما عاوتاني ديروا اللي بغيتوا، البافو اي حاجه متوفره عندكم ديروها. اول حاجه غناخذ داك الخبيزات ديالي بعدا اللي كورت، غادي ندهن لهم وجههم واحد شويه هكا بزيت الزيت، بغيتو ديروا حتى زيت العود ديروها غير شويه كومصا باش يلصقوا لي داك الزراره فيهم. تقدروا ديروا الماء ولكن غادي يبداو يتعجنوا لكم، هما ديجا خفاف بزاف ماشي بحال الخبز العادي.
دونك غادي ناخذ الخبيزه الاولى، غادي نديروا ديك النخاله نحطوها فيها. انا هاد الخبيزه غادي نحاول نديرها بحال الشكل ديال باغيطه، تجيني هكا على الطول. المهم انا قرصتها في هاد النخاله، كيف تشوفوا درتهم في هاد الشكل، درت على هاد الشكل طولي. غادي نقرصها حيت مازال غادي تخمر ليا في اللاطا عاوتاني، غيخمروا مره اخرى. دونك هكا وغادي نحطها في اللاطا. غنعاود وحده اخرى بلا ميم فاصون، نزيد شويه ديال النخاله. الخبيزات هادو ديال الدار تيعجبو الوليدات الصغار، سورتو لو شافوهم فشي منظر اخر تزيدوا يبغيو ياكلوهم، ماشي دائما دائريين دائريين. دونك صافي حتى هي غادي نحطها في اللاطا. دابا النوع الثاني اللي فيه البلبوله، هادي غنديرها دايره. البلبوله هي راه تجي زوينه بزاف في الخبز. صافي وغادي نحطها حتى هي في اللاطا. ودابا النوع الثالث ديال الزريعه، غادي نحلوه بحال هكا، غادي نديرو بحال الشكل ديال اون باغيت باريزيان وهما صغار. غنحلها هكا تبعوا معايا الطريقه باش تشوفوا كي غديروا ليها. نبداو نشدو هاد القنت هذا نتنيوه نوركو عليه، نعاودو نتنيو نوركو ونعاودو نتنيو ونوركو. ودابا نحاولوا نقادوها بحال اون باغيت، الجناب ديالها نحاولوا نسدوهم، سدوهم هكا. دابا غنديروا فيها شويه ديال الزرارع من الفوق. ندوها كامل هكا في الزريعه، نحاول نزرب باش هكا ما نضيعش لكم الوقت بزاف تفرج. فوالا صافي وغادي نحطها حتى هي. دونك هما الخبيزات ديالنا دابا راه خمروا، كيف تشوفوا شعلت الفران ديالي على 200 درجه، يعني نخليه يسخن مزيان، وفاش نخشيهم في الفران نهبط الحراره ديرها 180 ولا 170 باش كومسا. المهم نتوما قطعوهم بالطريقه اللي بغيتو، بغيتو ديرو غير الشوكه غير زعما الفورشيت حتى هي سي بوسيبل. انا هادو غندير فيهم هكا علامه، وهادو ديروا اللي بغيتو. ندير فيهم انا هكا خطوط، الموس ما عاونيش ما قطعش لي مزيان. دونك غندير هادي ديال البيتزا هي اللي عاوناتني. دابا انا غنخشيهم يطيبوا ومن بعد نرجع لكم.
وهما الخبيزات ديالنا من بعد ما طابوا، شفتوا كيفاش تيجيو. هذا اللي درنا فيه البلبوله، وهادو درت فيه البافو، وعاد هذا اللي درت فحال باريزيان صغيور بالزرارع، وهادو اللي درنا في هذا الشكل هذا. شوفوا كيفاش تيجيو شحال هشاش، شوفوا تيجيو من الداخل عجين بلا دليك بلا والو، تيجي الخبز روعه. يعني بلا ما تبقاو تعذبوا راسكم انكم تدلكوا الخبز ولا فيت في. دونك اللي عجبته الوصفه ديال اليوم ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويدير ليا جيم باش يوصلوا كاع الجديد. بالصحه والراحه.